السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا جعلت الخير جيب لكم تجميع اسطورية، لكن لا تنسى تعطينا لايك سبسكرايب وشير وانشر الفيديو بكل مكان، لاني جدا جدا تعبت على الفيديو هذا. طبعا التجميع عندنا جماعة الخير اليوم اسطورية مرة، عبارة عن كرت 2080 واي 7 واشياء جدا حلوة، راح نستعرضها واحد يعني باي وان باي وان زي ما يقولون، قطعة قطعة. فما شاء الله الله يهني صاحب الجهاز، والجهاز جهاز ما شاء الله ولا غلطة. فخلونا من طور الفيديو نبدأ مع القطع. أول قطع عندنا جوعة الخير الاي 7 9700K من انتل، طبعا معالج ينفع للجيمينج، برضو ينفع للمونتاج والستريمينج بتاع كله، وقيمته جدا حلوة. قيمته تقريبا كان 1500 وكسر، لكن مستحقها صراحة. طبعا الاي 7 هذا جوعة الخير يعني يعتبر ثاني اقوى معالج من انتل بعد الاي 9 9900K، اقصد المعالجات اللي للاستخدام الفردي مو الشركات. زي ما تشوفون هذا هو الاي 7، جدا ممتاز صراحة، الله يهني صاحب الجهاز فيه. ومركبين عليه تبريد مائي من NZXT. نجي للقطع اللي بعد جهة الخير اللي هو الجي تي اكس RTX الجي فورس 2080 من EVGA. ما شاء الله شوفوا الهيت سينك، يعني حجم اسطوري صراحة، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا عندنا اللي هي نسخة الاكس سي الترا، ثاني اقوى نسخة بعد اللي هي فورورد تو وين، فتعتبر نسخة اسطورية صراحة من ناحية تبريد ومن ناحية شكل، وفيها RGB طبعا. وممكن تخلي الكرت على افقي وتشوف تستمتع بالRGB. زي ما تشوفون هذا شكله، طبعا حجم الكرت جدا جدا كبير زي ما تشوفون في الكيس، يعني لو كان اكبر بشوي كما دخل في الكيس، لان الحديد هذا البيضة راح تكون زي الترد او شيء زي كذا. طبعا EVGA ما يحتاج نتكلم عنها، من افضل شركات تصنيع كروت الشاشه من ناحيه تبريد ومن ناحيه يعني خبره في التصنيع. عندي هنا ماذر بورد من شركه اسوس اللي سوينا عنها فيديو تحصله فوق، للروجستريكس Z390E الجيمنج. طبعا مركبين عليها الاي 7 9700K. طبعا الماذر بورد ما شاء الله فيها من الاي شيلد مدمج والار جي بي بكل مكان، حتى الام دوت 2 لها شيلد برضو، لها مروحة صغيرة عشان لو بتكسر تقدر تكسر في الراحة. هذا زي ما تشوفوا الار جي بي حقها ما شاء الله تبارك الرحمن، وتعتبر ماذر بورد من الهاي اند، ماذر بورد جدا جدا ممتازة ما شاء الله تبارك الرحمن. وعندنا هنا جوعة الخير رامات جي سكيل اللي هي الرويال، اللي اخذنا هنا اللون اللي هو الكروم، تجي هي لون كروم وتجي لون ذهبي، لكن احنا اخذنا الكروم هنا صراحة، جدا جدا حلوة. يعني انا راح اوريكم الار جي بي حقها الحين، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، صاير زي الكريستال مع الكروم. طبعا الكروم يعكس لون الكيس الداخلي مع الكريستال الموجود، فطلع شكله جدا اسطوري ما شاء الله. طبعا تقدر تحكم فيها عن طريق برنامج اللي هو الجي سكيل او برنامج الاورا سينك، شيء راجع لك، لكن انا خليتها الان على وضعها الطبيعي. ممكن انت تحكم فيها اذا بغيت. فحتى الان قيمتها نازله، فتعتبر قيمتها جدا حلوه، وانصح فيها صراحه بشكل عام. رامات الجي سكيل او رامات الكورسير من افضل الشركات تصنع رامات. زي ما تشوفون الكيس ما شاء الله كله مليان مليان ما شاء الله، يعني كل حاجه فيها حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا عندنا الام دوت 2 من اتش بي اللي هي الاكس الاي اكس 900 250 جيجا، طبعا اخذتها، طبعا مغطاه في الثيرمال بيست، برضو عليها شيلد عشان الحراره تقل فيها. يعني ما شاء الله اسوس مضبطين امورهم بالشيء هذا. احنا راح نحط عليها النظام فقط عشان يسرع على النظام وزي كذا. هذا المبرد المائي من شركه NZXT، برضو الاكس 52 اللي هو 240 ملي، يعتبر من افضل المبردات في حاجه يعني من فئته، يعني خاصه فيها انوار ال LED، وبرضو يعتبر مبرد احترافي لان المضخه مفصوله عن الجزء الحار عن الجزء البارد، فيكون عمرها افتراضي جدا طويل وتنفع للكسر بكل اريحيه. برضو هذا المضخة، شو زي ما تشوفون المضخة فيها LED كلمة NZXT، تقدر تحكم فيها اللي هي Addressable RGB، تقدر تحط فيها اللي تبي من مدة ال RGB، شيء راجع لك، لكن بخليها زي كذا. حتى برضه على نفس الأداية أنا مكتوب عليه كلمة NZXT محفورة حفر، فطلع شكلها جدا حلو صراحة بالواقع. حتى اللوبس حقه زي ما تشوفون ما شاء الله طويلة، فلو كان عندك كيس يعني فول تاور ما راح تواجه أي مشاكل. هنا ركبنا برضه اللي هي مراوح ال NZXT مع الهب حقها اللي هي زي ما تشوفها هذه الثنتين، عشان صاحب الجهاز يبغى الجهاز يعني فل RGB. ما شاء الله تبارك الرحمن، من افضل المراوح سواء من ناحيه هدوء، من ناحيه RGB، حتى من ناحيه اخراج هواء جدا ممتاز. طبعا عندنا مروحتين هذه اخراج هواء، وعند الاماميه راح تكون حقه الريديتر ادخال هواء ثنتين، فعندنا اربع مراوح بالكيس،
وهذا زي يقول الطاقة استيعابية الكبرى للكيس فجدا ممتاز. هنا عندنا الـ AVGA 750 واط من سوبر نوفا يعني من AVGA اللي هو الجولد إديشن، وبرضه معه كيبل مود اللي هو كيبل كاستم لأن الباور سبلاي فول مودلر، من أفضل باور سبلايات ممكن تحصلها بالسوق وأفضلها سعرا. وبرضه الكيبل هذا الكيب أو الكيب مود عذرا مو كيب مودلر أو كلمة كيب مودلر أو كيب مود يعني اختصارا لها، تعتبر شركة يعني كويسة وسعرها جدا جدا حلوة. طبعا اخترنا الكيبل لونها بيضة عشان تتناسق مع شكل الكيس، زي ما تشوفون يعني شكلها ما شاء الله تبارك الرحمن. الكيس عبارة عن مزيج لون الأسود واللون الأبيض، ومع اللون الأزرق صاير هنا ممكن تحكم فيها زي ما تبي. عندنا برضه الكيس من انزيك ستيل H500i في RGB، فطالع الدنيا مع علامة يعني حفلة RGB ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا زي ما تشوفون تقدر تحكم فيه عن طريق برنامج اللي هو الكام NZXT، وهذا الكيس ما شاء الله أبيض بأسود، فطالع شكل الكيس شكل الجهاز جدا ممتاز. أعطونا تقييمكم، إيش رأيكم شكل الجهاز؟ هل هو يعني ممتاز، قبيح، متوسط؟ يعني تقيموا لنا. برضو ركبنا الآن التمبرد جلاس اللي على الكيس عشان نطلع شوف جمالية التمبرد جلاس ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا يجي من جهه واحده فقط تمبرد جلاس والجهه الاخرى كلها ألمنيوم، فانا صراحه احب كيسات NZXT لان شكلها جدا جدا بسيط وجدا جدا جميل. طبعا يجي هذا الاكس 5 اللي هو الاتش 500i، لكن انا نصيحتي لو كنت تاخذ زي التجميع هذه لا تاخذ الاتش 500i لانه حجمه بيكون صح تكون كل حجم ملمومه لكن يكون ضيق شوي على التجميع هذه. فلو تاخذ الاتش 700 راح يطلع شكله جدا جدا بطل. زي ما تشوفون هذه هي شكل الكيس وشكل طبعا القواعد زي ما تشوفون حق الكيس لونها سودا، فصاير شكل الكيس ما شاء الله جدا ممتاز. صراحة هل أنصح بتجميعة هذه؟ جدا أنصح فيها صراحة للصانع المحتوى واللي يلعب جيمينج ويسوي ستريمينج. التجميعة هذه عزيزي أفضل تجميعة ممكن تحصلها لك، وقيمتها يعني نوعا ما تقريبا من 7000 إلى 8000 ما أتذكر كم، لكن على حسب القطع والشركات اللي تأخذها تقدر توفر أكثر. فهذه التجميعة ما شاء الله أنا أسميها ولا غلطة. ولا بيطول عليك وجعلت خير، خليك مع البنشمار وبرضه مع استعراض الأنوار في الليل.